يلا يكمل العدد يا جماعة 25,000 ونبلش التفاهات. طبعا كل العالم مثلا بتقولنا ليش مثلا مشاكل قبل ما كنت تحكوا فيها وهي المشاكل صرت تحكوا فيها. يا جماعة مشاكل قبل نحن منا متعودين نحكي على المشاكل. نحن مثلا صارت المشكلة الأخيرة نحن سوينا مثلا أخذنا أغراضنا وأخذنا خيامنا وصرنا نصور فيديوهات ونحن نهتم شغلنا أكثر من كل المشاكل. بس هلا إنه نحن عم نتهم بشغلات إنه نحن مثلا سرقنا قنوات ما عملنا شيء. لذلك هذا السبب نحن نطلع هذا البث نحكي فيه وكل شيء اللي صار واللي راح يصير لقدام. حتى تعليما على كلامك ما إنه مضطرين أبدا حد يصدق. عرفته اللي بده يصدق بس هذا العنا وما راح يزداد ولا راح ينقص. وعلى فكره احنا كنا مضطر يعني ما كنا نطلع كمان نحب بس ايه بس يعني الامور زادت على حد الصراحه. طيب سؤال، ليش ما طلعتوا فيديو يوتيوب؟ يا اخي احنا ما لازمنا مشاهدات، ما لازمنا متابعين. نحن الناس راح تقول انه مشاهدات طلع يوتيوب وطلع ما يوتيوب وكذا. نحن ما بنعمل قنوات عبر فيديو اعلانات لا خلص بس حتى ستوريات ما طلعناش. ما يقولوا انه والله مقررين على كلام والامر كذا. لا نحن نور رابطك حمراء يا حبايه يا جماعه. حتى ستوريات ما طلعناش. ما يقول نور والله انت مجهز كلام. لا نحن نشوف اسئلتكم ونحكي دغري، ما عندنا شيء مخبى. وغير هيك ايش كنت احكي؟ نسيتوني يا زلمه والله نسيت. وهذا البث رح نطلع نحكي فيه. رح نوعدكم كمان وعدنا عنا نحن تمام انه ما رح نحكي بعدين ابدا شيء يعني خلاص. بس انه هذا البث رح نحكي فيه كل شيء وبعد اي شيء رح يصير اي شيء رح ينحكى علينا كذا هيك. وانتم عرفتوا الحقيقه، عرفتوا اللي صار، عرفتوا اللي ما صار. فلذلك ما رح نطلع نحكي ابدا بعدين يعني ابدا. غير هيك يا جماعه نسال سؤال لهذول الاشخاص. اعتبروا خيو بعرضناك طف الضوء علينا. احلى احلى اعتبر خيو انا متت. انا تركت السوشيال. متت يا اخي كيف تتسوي دراما؟ بعيد الشر بعيد الشر. كيف؟ لا انا خيو متت يعني. انتوا فكروا فيه يا جماعه انه نحن ما نضمن حياتنا لبكره. عم نعمل شيء نحن بنحبه لانه نحن بنحبه. طب خلاص اعتبر انا رحت. مين هل اساوي دراما ام اترك اليوتيوب؟ اسوي دراما. دراما احلى. طبعا يا جماعه هذا البث يعني بتمنى تفهمونا انه نحن ما رح نحكي على حدا غير انه رح نرد، لانه في كلام كثير ما انحكى. وانا اذا حكيته رح اطلع انا معي الحق مليون بالمليون وعندي كل شيء جاهز. بس انا مستحيل انه احكي وهيك لانه انا بالاصل وبقى 10 سنة ونص ما بتروح على الفاضي. نحن بس نطلع الرد على الكلام اللي هي حكيته علينا بس مو اكثر. رح نطلع الرد على الكلام اللي هي حكيته علينا ونبرر حالنا من هالقصص. ومن هلا بقول لكم هي قدام هدول ما سمعوا هالكلام مني. انا بريء من اي شيء بصير مع هاي البنت وصار مع هاي البنت وراح يصير مع البنت واللي عم بصير مع هاي البنت. انا بحالي انا بكره شيء اسمه مشاكل، مو خوفا ولا ضعفا. بس انا ما بحب القال وقيل وانا فاتح اليوتيوب لعامل الشيء اللي انا بحبه بس فقط مو اكثر. فاذا انت مثلا كرهتني لانه هذيك حكت علي عدم مؤاخذه عدم مؤاخذه، لا تفهمني غلط انه عندي انا عادي يعني. انت بالاخير هي حريتك الشخصيه، المحبه والكره من عند الله والرزقه هي هي ما بتروح ابدا. الله بعتك رزقك، اذا ما لقيتهم هون رح تلاقيه بالشارع. انا مآمن بهالاشياء كثير. هاي اهلا يا عمر بالضبط. 10 ليرات وانا جاي. ها رزقتك. فالشيء اللي بوصلكم اياه انه انا ما بهمني. صحيح عم انضر بالسوشيال ميديا وعم بنضر شغلي والحكي عم بزداد وكذا هيك. بس انا مقدرك انه رب العالمين اذا بعت لك رزقه رح تجيك. فانا اخر همي المشاكل والناس اللي عم يحكوا علي والمسنين عم يحكوا علي لحتى الان. اخر همي جد اخر همي انا بس طلعت بدل بس لحتى ابرر ذمتي امامكم وامام الله وامام اخواتي واخواتي كمان. اخواتي بس مو اكثر. اسكت بلا كذب. اوكي انا شوف على فكره في كثير تعليقات ايجابيه ما بعرف غير التعليقات السلبيه. اسكت بلا كذب. طب تمام انا كذاب، ليش متابعتيني وحابه تشوف القصص؟ مو انا كذاب؟ فادركي من حالك انه انا راح اكذب مثلا مو انت بتقولي راح اكذب، انا راح اكذب. ليش انت مهتمه وتشوفي القصص؟ وانا ما بهمني اذا صدقتيني او لا، للصراحه ما بهمني. انا مستمر بمحتواي، في ناس بتحبني عم تستناني على كل فيديو على كل ستوري على كل لحظه. وانا ما بدي ادخل راسهم بالمشاكل لانه انا فيت هذا الشيء لاضحكهم ويسعدوني واسعدهم فقط لا غير. فانت اذا صدقتي او ما صدقتي اخر همي الصراحه اخر همي. بلش خلص صار 25 بلش. طبعا الله بيعلم الله بيعلم هذا البث مو تكريه لاي حدا ولا زم ولا شتم لاي حدا. والله بيعلم انه انا ما كنت عم بحكي من الاول انا او انور او محمد ما عم نحكي من الاول عشان ما حدا يتاذى
وينقطع رزقه، لانه قطع الاعناق ولا قطع الارزاق. وما عم نطلب من حدا يوقف معنا، ولا عم نطلب من حدا، لا نحن بس عم نطلع نبرر ذمتنا ونحكي الشيء اللي بدنا. فاذا بتحب تصدق كان بها، ما بتحب تصدق الله يوفقك ويهنيك بحياتك. انا ما بهمني، عرفت شو؟ انا بس بهمني انه بري ذمتي، لانه والله العظيم اقسم بالله يا جماعه اذا احتضنوها ولا برجع بعيده على كيفكم. اقسم بالله يا جماعه، اقسم بالله انا بهالقصه تحديدا ظلمت كثير خيرات الله. البارحه ولا شيء وعندي ضيوف ما عندي شيء وفرحان ومكيف، فجاه بجيني تغط من قبل 5 ساعات طاير قناه ما بعرف مين. انا ليش نور يعني؟ برجع عيد ليش ما محمد يعني؟ لا لا لا، مو قصه نور محمد. لو نحن لنا مصلحه مثلا يعني نحن لنا اغبياء لهالدرجه، منا اغبياء لهالدرجه انه نطير قناه حدا، تمام، وبيتنا المشاكل يعني. يعني ليش ما طيرنا مثلا قنوات الباقي يعني غيره يعني مثلا؟ بس معلومه على بطول حديثك، ما في شيء اسمه باليوتيوب طير قناه، مستحيل. ما في شيء اسمه طير قناه. في شيء باليوتيوب نحن كلنا شفناه عند اليوتيوبر، انه واحد يدخل على قناتك يحط بس من برا مخالف لليوتيوب، وبعد يومين بيجيك بلاغات على البث فبتطير قناتك. يعني هاي الحركه كلها بده يومين ثلاثه. كيف فجأة بلمح البصر طارت القناه؟ انا مالي فهمان، ان شاء الله ترجع قناتها. ما بعرف اذا هي عملتها اصلا قصادا او لا، لانه يا جماعه حساب الانستغرام يعني مثل حساب الانستغرام، اقسم بالله والله بيعلم مشاهد على كلامي، واللي بده يصدق ما بده ما يصدق. ما كنت بعرف ابدا ان الانستغرام عندك، اقسم بالله. وكنت بكل قلب طيب وكل غباء طلعان عم بقول يا جماعه ان شاء الله نحن ندعم يارا، اذا ما رجع حسابها رح ندعم يارا ورجعها مثل ما كانت واقوى، اقسم بالله. ما كنت بعرف ابدا، وهي كانت معي وعلى اساس عم بتدمع وكذا، وامها اتصلت لي عم تقول لي انه انتم نشلتوا لها الحساب وهيك، وانا والله العظيم ما كنت خبران. فجاه بعدين تطلع هي عندها الحساب وهي عندها كل شيء. فانا انا ما بتهمها انه هي الله عامله هيك بالقناه لحتى تتهمنا، لا انا ما بتهمها ابدا. انا بقول بس من قلبي انه اذا انت عامله هالشغله الله لا يسامحك، واذا انت مالك عامله هالشغله ان شاء الله ترجع قناتك اقوى مليون تريليون مره يا رب. بس وبرجع بعيد وكرر، انا مالي مضطر 1% انه حدا يسدوني او لا، انا عم بحكي هالشغلات اللي عم بتصير، فانت شي راجع لك اذا حابب تصدق اذا مالك حابب. طيب تحكي انت ايش اخذنا حساب الانستغرام كنا موافقين؟ لا انت احكي، انت احكي يا جماعه. خلينا نبلش من بدايه القصه. بدايه القصه انه اللي نحكى علينا انه نحن صرنا اخر شيء نعامل العالم بشكل مو منيح، انه اخذنا حساباته. طبعا احنا اخذنا حساب يارا، رح نذكر اسمها، اخذنا حساب يارا. الاول شيء كانت تتواصل مع عالم مشاهير، تمام، والعالم المشاهير استغلوا القصه وسنزلوا حلقات على اليوتيوب لحتى يستغلوا شيء اسمه يارا. طبعا نحن ومحادثات موجوده، كل شيء موجود على اليوتيوب، ما بدنا نحن نحكي او نعمل شيء. وعلى فكره طبعا نحن اخذناه قبل فتره قصيره، يعني هو كان معه طول المده، وانتم بتعرفوا اصلا كانت نازله صور بشع على محمد مثلا هيك حرب بيناتنا، يعني رفقه عادي يعني. رفقه عادي طبعا، رفقه عادي. وين كنا؟ المحادثات اليوتيوب. المحادثات اليوتيوب موجوده كلها على اليوتيوب. طبعا انا اخذته لانه هي قبل فتره صارت مشكله عادي، هي مشكله بين الفريق عند اي حدا بصير يعني، وقالت لي انا رح اطلع من الفريق وخذوا قناه اليوتيوب، خذوا قناه الانستغرام او خذوا حساب الانستغرام. وانا على كلامها دخلت حساب الانستغرام، عملت لها اياها عقوبه لحتى ترجع يارا مثل قبل. وكان في تواصل مع الام، كان في تواصل مع الام. بعد يومين ثلاثه بعد ما طلعت اجت الام لعندي، والله شاهد على كلامي، اجت الام لعندي قالت لي انه يارا كانت زعلانه ومزعوجه وكذا وهيك، وطلعت من الفريق فبدي ارجع. قلت لها طبعا انا ما عندي مشكله، ما طلعت حتى ارجع انا، فاذا بدها ترجع اهلا وسهلا. ثاني يوم فعلا اجت البنت صورت، وهي كانه في شيء. استمرت هالقصة، أنا معاقبة بهالقصة، استمرت تقريبا شهر صلنا، يعني قال من شهر شيء، قال يعني من شهر، قال من شهر لحد يوم إنه نحن نزلنا ستوري إنه بدنا بنات جديد، إنه بدنا فريق جديد على على فريقنا، يعني أعضاء جديدة لفريقنا. طبعا نحن كنا عم نعمل هذا الشيء لأنه نحن مثلا الله، نحن مثلا نحن طلعنا برات الإسطنبول مثلا، في عالم ما قدروا يطلعوا معنا، فنحن ما راح نرجع شغلنا، يعني اهم شيء نحن عم نشتغل كلياتنا، فنحن طلبنا هدول البنات لحتى او الشباب او كذا لحتى يكونوا معنا مثلا سنة اذا طلعنا لبرا، نحن ما قصدنا نطلع حدا ابدا، تمام؟ فبيوم من الايام انا اتصلت لها قبل ما نطلع نحن على انطاليا، كنا نطلع انطاليا، اتصلت لها يارا قلت لها اشوفك، تمام؟ وجيت مع امها. جيت مع امها حكينا وكذا، قلت لها انه بنتك ما هي طلعانه، تمام؟ وحسابها راح يرجع لها وراح كل شيء 24. فقالت لي اوكي. بعد يومين انا كان عندي عيد ميلادي، كان حتى عيد ميلادي مصور على 24، بستغرب اجى عيد ميلادي عملي شاب مفاجاه، اجى عيد ميلادي وين يارا؟ قال يارا صرنا نص ساعه عم نتصل لها وما عم ترد علينا. على فكره بس بقى قبل نص ساعه من عيد ميلاد اخوي محمد دقت لي هي، حتى موجوده محادثات يعني، هي دقت لي وقالت لي تاخذني، انا جهزت، خذني شهر عيد ميلاد محمد نعمل له مفاجاه ونلحكي.
وصلت لتحت بيتها وهي نرمين كمان شاهدت كانت معي نرمين. أنا موجودة محادثات مجموعة. موجودة كمان محادثات كل شيء موجود. دقيت لها أنا ونرمين خيرات الله يعني تخيل نص ساعة بس نكتت أم السنة ونص اللي راحت كلها عرفت شون. بقى قبل نص ساعة دقيت لها ما ترد. دقلها آخر شيء استنيت كتير تحت بيتها. رحت عيد ميلاد والعيد ميلاد مسجل ومصور وكنا عم نسأل فيه كنا عم نتصل له فيه قدام الكاميرا. تخيل دقلها فجأة حصرتني. حصرت محمد. ليش حصرت الجميع ما بعرف على الانستغرام كل مكان على الواتساب. بعد ربع ساعة بسرعة طلعت ستوري طلع حسابها العساس متهكر وأنا زعلان عليها وبدنا ندعمها إن شاء الله ونوصل لها أكتر. حسابها العساس متهكر طلعت فيه ستوري وأنا محررة وأنا كانوا أخذي لي حسابي وما بعرف إيش يعني. يارا صارت خاينة. لا يارا ما أنا ما قلت خاينة أو شيء. ما نحن الله يوفقك. ما نحن سمعت حدا بس نحن عم نحكي. بس نحن عم نحكي. نحن انظلمنا لآخر يعني الدرجة الأخيرة لأنه نحن كبرنا عالم سويناه سنة ونص عم نشتغل معهم عساس أخوة ورفقة وكذا هيك وعربعة وعشرين بيجي آخر شيء أنه بنحكي علينا بفيديو يوتيوب ومقابلة عليش يعني ليش ليش تطلعي هي أمر طلعت تمام وطلعت شكل كتير منيح وقناتها موجودة. هل ما بطلع قناتها موجودة عنا بتاخذها وهي بتعرف هذا الشيء. وهي بتعرف هذا الشيء. اما بدأ قناتك يا عمر اذا كنت عم تشوفينا اما بدأ قناتك تيجي بتاخذيها من عيوننا. والله في تواصل مع عمر ووالدة عمر كمان الله يحميها. والله في تواصل والله بنشوف بعضنا وكذا وهيك لانه ليش لانه البنت ما راح تكمل معنا راح تكمل بغير مجال والله يوفقها يا رب. يعني اذا كان طلعانة حبية من عين هاي قبل هي بتاخذ البنت يعني. بس انا مو تلف دوري علينا. في قصص اكثر في قصص اعمق بس انا ما راح احكي مش ما يقول نور طلع حكى عليها لا انا عم بطلع بس برد عليها ما عم بطلع بحكي عليها. في قصص اعمق ما بتنحكى وشغلات كتير 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 بس لو اضطر الامر وانا طلعت مره تانية اللي ما بعرف ايش هو راح اضطر معلش عذروني وسامحوني راح اضطر اعمل هذا الشيء مو بايدي بس عم بري حالي مثل ما الله عم بري حالي. قبل 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 تخيلوا يا جماعه يعني والله العظيم مالي فهمان انا اصلا مالي فهمان. تخيلوا ما طلعت لكم ستوري قلت لكم انا مالي فهمان القصه اقسم بالله صدقوا انا كنت مالي فهمان القصه مالي عارفان انه كيف قبل نص ساعه بتحكي معي بعد نص ساعه حضرتني والقوي على كلامها انه جايبت لك هديه وجاي ايه ايه على كلامها انه جايبت لك هديه وجاي موجود المحادثات يعني كوني ام عبد بارك والله يسلموني محمد ما قصرت معي دخل لك كمان بس الفكره وين الفكره انه انا والله العظيم ما كنت بعرف القصه ابدا بعدين عرفتها وعرفنا مين كان وراها وشو صار ومشد ما نحكي اسماء وكذا. وكذا وهيك لا حتى نحن ما بنحب المشاكل نحن مستمرين محتوانا تمام ما بنحب ندخل المشاكل ابدا مو بس خلينا نكمل الحديث تمام تفضل. فبعد ما خلصنا عيد ميلاد حتى عيد ميلاد ما كملناه من كثر ما انزعجنا انه هذا الشيء اللي صار انه نحن شيء غريب كثير انه ليش مثلا يا رما اجيت كثير راح اطلع من الفريق راح اعمل لك انا ما راح اقص لك راسك ما راح اعمل لك شيء تمام. بغض النظر ثاني يوم طلعت بالفريق حاولت اتواصل مع انسان عالم خانته الرسول حاولت اتواصل مع الانستا بعد كتبت لها جريده كثير كبيره بعد خمس دقائق حضرتني فورا انه انت ليش عملتي يا يارا انه قولي تعي نطلع بصوره حلوه ليش شمتي العالم فينا ليش عدم المؤاخذه يعني لو كنت جايبه امك وابوك جايين لعنا بيركين عنا البيت وحلينا مثلا انا بدي اطلع يا نور خلص تكرم عليك معقول انا اقول لك لا ما في تطلعي انت لا طبعا يعني كيفك تحلي لك الوقت بس علينا الحق اذا ما عملنا نحن عملنا شيء بس علينا الحق يعني مو صح بحكي انا هي اقسم بالله يا جماعه القصه الحقيقيه بس في قصص واشياء اللي خلوها تطلع وكذا انا ما بحسن احكيهم مو لانه انا ما بدي احكيهم لا انا مش تين احكيهم بس انا مالي طلع عندها البس لحتى احكي على البنت انا طلعان لحتى ارد عليها على الحكي اللي حكيته عليها ومالي شايل حقد عليها ابدا الله يوفقها بحياتها وان شاء الله تصير فوق يا اخي ان شاء الله تسبقني انا رضيان انا بحب الخير للجميع انا لانه عم بعمل يا جماعه محتوى لليوتيوب اللي انا حابه واللي انا ضامنه لحياتي المستقبليه بس مو اكثر انا معي هدول الاثنين بسوا مليون الف شغله بسوا اليوتيوب نفسه يعني مستحيل شو ممكن تزيد اعداد ممكن تنجح بشغله كذا بس مستحيل تلاقي مثل هدول الاثنين اللي بوقفوا معك مستحيل يارا انا بعزه كثير نحن كان بيناتنا مزح كثير يعني سنه ونص اكيد مره تروح على الفاضي انا بعزه والله العظيم بعتبرها صديقة مقربة كتير لألي يعني كان من أحد الوعود اللي بيناتنا أنا ويارا إنه إن شاء الله بس نكبر نشوف بعض خطيرة نشوف كيف أشكالنا نضل هيك مثلا ولا لا نصير بيض عرفت شلون بس أنا ما بعرف اللي قلب علينا لهالدرجة ليش أنا بعرف اللي قلب علينا كيف بعرف شلون السبب يعني نعرف السبب نعرف شط الدفع ونعرف شط كل الحكي بنعرف بس أنا ما بدي أحكي مو ولا شيء ابدا مو خوف ولا شيء بس عشان البنت تستمر بحياتها وبشغلها وبوضعها وتضل وتحبوها بس مو اكثر اقسم بالله انا بعرف كل شيء وعندي كل شيء جاهز وكل شيء مع دليل مستحيل احكي شيء من عقلي كل شيء مع دليل وبتحدى اي واحد من هدول الاشخاص يبرق قدامي يكذبني بكلمه انا عاد كلامي بس ما راح احكي ولا شيء
انا بس طلعانه دافع عن حالي لحتى اكمل بحالي، وهي انا ما راح احكي عليها شيء لحتى تكمل وتضلوا تحبوها وتدعموها وكل شيء. نيجي نحكي الله عن المواضيع الثانيه اللي صار. كمل يا جماعه. وطلعت فانا تواصلت مع امه بعد يوم تقريبا. انت يمكن ما خبر. لا والله ما يخبر، انا بعيد عن كل القصص، انا عندي حياتي الشخصيه. تواصلت مع امه وقلت لها انا لازم اشوفك وكذا وهيك، فقالت لي انه امه اوكي وشافتنا وكذا وهيك، وقعدنا بالسياره وصرنا نحكي وصارت تعيط امه وكذا وهيك، وانا حاولت انه ما اعيط مثله لانه انا كثير انسان عصبي، بتعرفون كيف انا كثير انسان عصبي، وما حاولت اعيط وكذا وهيك لحتى نحل الامور، لانه نحل بيناتنا مو بيناتنا يوم ويومين، سنه ونص. عشرة يا جماعه، وانا بعزها كثير للبنت الصراحه. يعني كانت تشوفنا انا اكثر ما تشوف اهلها، هي بتعترف بهذا الشيء وما كانت تعترف بهذا الشيء، لانه صار عنده مشاكل بالبيت لم يتصلوا لمحمد عشان يحلوا مشاكلهم، عشان تقول لي مثلا يارا متضايقه من كذا، اخذ يارا احكي له على العيد. تمام نجي نقطه نقطه. المهم حكيت معه كذا وهيك، قلت له خلينا نشوف يارا. هي اجت امه اول شيء، ضلينا تقريبا شي ساعه بنحكي انا وياها، اخر شيء قلت لها امه يمكن تسجيل صوتي على تنشر صوتي لو كان الحكي كله واضح. تمام، فقالت لي انه انا ما بدي ارجع لفريق منافق. طب انت عم ترجع لفريق منافق، تمام، انت صار لك مع هذا الفريق منافق سنه ونص، خلص عرفتي منافق. حتى بالمقابل لو عشان لو بدي اذكر اسماء ما لها علاقه ونحن نسيانينا، حتى بالمقابل قالت بلش يخرب الفريق عن طلع ايمو. طبعا خرب الفريق عن طلع ايمو، انت ايش ضليتي معنا؟ ضليتي بعد ما طلع، مع اني كان عندك 8 شهور اكثر، مع اني انت كان عندك قناه اليوتيوب، عندك حساب الانستغرام، كان انت بسوي بتاخذيهم بتطلعي بتقول الله يعطيك العافيه. طب ليش ضليتي معنا؟ طب انت اول ما تطلعي مو حاسس كان معاملتنا سيئه معك؟ ليش بدك انت نايمه عنا باسبوع العيد كلياته ما تروح على البيت؟ مع اني بيننا وبين بيتك خلال 5 دقائق بس، ليش تنامي عنا مثلا؟ لانه ايش شو لانه متحبينا هيك على اساس كنا نفهم نحن، وندخلك وتقعدي مع امي وابوي وام محمود وابو محمود والولاد وكذا وهيك، ونعتبر انا وحده، وكانت هي ولا كانت نرمين ولا كانت امر، نعتبر انا وحده معنا بالبيت يعني عادي ما ندقق منه ابدا يعني. تمام، فليش انه والله انت حسيتي بهذا اليوم انه انت اللي نحن عاملك مو منيح؟ قالوا لي نحن طبعا انا كمدير لفريق مسؤول عنه 6 اشخاص كانوا، تمام، اللي ما راح يشتغل بدي اعصب عليه عشان يشتغل. كانت عنا بالبيت هذا اخر فيديو كان لها، تمام، كان عنا بالبيت يوم الفيديو اللي كنتوا قاعدين على الارض، ايش كان اسمه هذا البرنامج؟ ايه تبع اللي بتعرف انه الاسماء ما عرف التليفون وكذا وهيك. انا ليش انزعجت؟ لانه انا عم بقول لها يارا انت جبتي الفكره، نحن كنا متفقين بقناه القناه الفريق انه اللي بجيب الفكره هو اللي بحكيها، تمام، حتى نعرف مين عم يشتغل اكثر واحد، لانه اخر فتره صار عنا ما تشتغل، صار الفريق بشكل عام ما يشتغل كذا، فنحن عملنا شغله تحميسيه. تمام، فقلت له انه انت ليش ما انا احكي المقدمه؟ ما عرفت تحكي المقدمه، راحت امر صارت تحكي عنا المقدمه. انا هون انزعجت استغربت لانه انت يارا ما تعرف تحكي، انا كنت اقول لها دائما يارا ارجعي يارا القديمه ام الضحكه الحلوه اللي نعرفت فيها نحن اللي دخلت فيها الفريق واللي انت صار عندك فانزات ورا هالضحكه، ارجعي. تمام، وهي تقول لي اوكي ونقعد نحكي ساعات، تقول لي اوكي تمام، وترجع يومين وترجع بعدين نفس الشيء وكذا وهيك. فالقصه انه نحن معاملتنا سيئه، انت ليش كنت نايمه عنا قبل اسبوع؟ اذا انت كنت في حالك انه انت تاخذي حساب الانستغرام وراح ارجع لك وراح تطلعي وراح كذا وراح كذا كذا، ليش كنت نايمه عنا؟ ليش يعني؟ خلص يا جماعه يا مالي بوصلكم يا محمد انه ماله فهمان انه كيف بسرعه تحولت، يعني كيف بسرعه قلبت علينا، كيف بس هيك. في ناس عم تحكوا انه ليش ما بتحكوا بقصه قمر؟ حكينا بقصه قمر اكثر من مره انه البنت حابه تكمل لحالها. قمر صار بيناتنا اختلاف وجهه نظر بيننا وجهه نظر اختلاف، والله وفاء يفضل انا مثل اختنا الصغيره يعني. انا وياها على تواصل على طول، بيناتنا ستوريات وكل شيء يعني. ستوريات تعلق لي اياها بعلق لها ستوريات، وبرجع بقول انه قناتها موجوده بالحفظ والصون، ايمت ما حبت تطلب تكمل مشوارها باليوتيوب نحن رح نكون اول داعمين لها. طبعا اكيد لانه نحن عشنا مع بعضنا سنه ونص، تمام، وسنه ونص ما بتنتسب يوم يومين يعني. نحن عم نحكي هالكلام بس نحن عم نحكي هالكلام وزعلانين، انا مو مبسوطين يعني. الله بيعلم انه انا ماني مبسوط ابدا انه انا طلعان هذا، بس قسما بالله. تمام، فانه ليش انا هي القصه، انه ليش نجي بنحكي انه طلعت فيديو يوتيوب على المدير، انه المدير لازم يكون طلعت فيديو يوتيوب انه المدير لازم يكون ينصحكم على لبسكم. طب انا بنصحتك على لبسك 30 مره، تمام، طب اهلك وين محلهم بالاعراب؟ اذا انا بنصحك على اهلك وينهم؟ بعدين انت بنت محجبه فاكيد هتعرفي ايش تلبسي وايش كمان. بقول لك مثلا انا بقول لك انه لبسك هذا بيك مو منيح، شلون نتعذب بالمونتاج؟ ما نحكي كلام يا جماعه، ما بدي افتح كلام نحكي، ما نحكي كلام، ثاني شيء انه نحن بنحكي نجي على ارباح اليوتيوب، ارباح اليوتيوب هاي ازعجتني كثير. المحادثه موجوده هسه بيني وبين امل وصولات، وانا مستعد هلا اصور ستوري افرجيكم شهر شاط كان يطلع ليارا وشاط كان تقبض. انا ما عندي مشكله ابدا، نحن مو نحن من الناس اللي نحن بنشتغل بنتعب، جبنا التعب كله مسار الليالي والتعب والمشاكل، اخر شيء اجي اكل مال حرام، مو نحن من الناس اكل مال حرام الله ما بوفق. بالعكس نحن يعطيكم زياده عن اللي حقكم، وكل عالم بتعرف هذا الشيء. جماعه انا ما بحب احكي هيك بس يعني انا كانوا معي هن كانت معي هن هي بالقناه وتصور معي فيديوهات، تمام، وانور بيعرف الكل بيعرف،
المفروض انه انا المشهور وهي لا، مثلا اول ما دخلت معي انه لازم هي مثلا تعطيني عشان اعطيها اعلان، لا لا لا، انا كانوا يصوروا معي كنت اعطيهم مصاري على كل فيديو يصور معي خارج ارباح، خارج ارباح قنواتهم. ليش؟ لانه خلص انا هيك انسان، انه انت عم تصوري معي تكرم عينك خدي معي، انا كمان عم بعطيك متابعين وعم بعطيك استديو وعم بعطيك اضاءه وكله ببلاش وعم بعطيك فريق، يعني هذا مستحيل تحسبي، يعني شيء ما بنحط براسي. ما هيك كنت اعطيهم كل واحد فيديو، وإذا بيحسوا ينكروا هذا الشيء يطلعوا ينكروا. أنا عن يعني ما عايش داركم يا جماعة، بس توصلكم يا إنه الله لا يسامحني لو أنا بيوم أكلت مال حرام، الله لا يسامحني، الله لا يسامحني دنيا آخرة، والله لا يوفوني بحياتي وبالشغل أكثر من هيك. حدا بحب يضر حاله عشان مصاري؟ لا يا جماعة، صدقا أنا على الإنستغرام كان يجي رسائل من العالم بغض النظر من العالم، إنه يا محمد خذ لنا راتب شهري بس دخلنا للفريق. تخيلوا لهالدرجه، يعني لو هي من المصاري وانت يعني ما بتقولوا كلب مصاري من هالحكي، كان كل اعلان، كان كل 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 فيديو من فيديوهات نوردي او فيديوهاتي او فيديوهات اي واحد بيناتنا كان في من بيناتنا اعلان يكون. ليش ما بنسمح مثلا اعلان؟ انا بالسنه حتى اسوي اعلان، بالسنه مره حتى اسوي اعلان، وانتم كلكم بتعرفوا هالشيء، افتحوا كل فيديوهاتي يا جماعه. يا ريت ما حدا لا يكتب مسحجيه ولا خينه ولا شيء. لا لا لا، عم نحكي الله يوفق على الشيء صار. هذا هو الحديث بشكل مختصر، نحن ما رح نطول عليكم اكثر، ونحن ما لنا معودينكم حتى نطلعكم بوجع الراس وندخلكم بوجع الراس او كذا، بس يا جماعه عن جد نحن عم نحكي هالحكي من زعلنا على الشيء صار، ومن زعجنا اكثر شيء اللي الشيء صار فينا، لانه نحن ما بنستحق هذا الشيء ابدا. بس مشان قصة المصاري لحظة، لأن هي كتير زعجتني، واللي بتعرف أكتر شيء إنه نحن بنسأل هيك شغلات، بس ما بعرف ليش حكيت. نحن مستعدين نأثبت كل شهر بشهر. طبعا اليوتيوب ما راح يكذب، اليوتيوب إحصائياته ما بتكذب، مثلا شهر فبراير طلع لها كذا، أكيد ما راح يكذب اليوتيوب. مستعدين أثبت كل شهر بشهره شد بتطلع لها وشد عطيناها، وين كانت تاخذهم وما تخبر أمها، وأمها تحسب إنه نحن عم ناخذهم. مستعدين اثبت لكم هذا الشيء قدام الكل، المحادثات وكل شيء موجود يا جماعه. انا قريت تعليق عم بقول انه تبع الفيديو تبع الاحرف، انه كان متضايقه هي وما قالت انه لا مش عشان نزعل. تمام، في فيديو مصور معنا هو وقناته، يعني قناه الفريق، قناه الفريق هي ما وافقت، هي جابت فكره وما وافقت عليه لا يارا ولا امر، عم بحكيها على البث، فنحن ما نزلنا. وعلى فكره هي فكرتها، هي فكرتها، بس قالتنا انه ما يعني ما حبيت الفكره، وكانت انه فيها اهانه وكذا هيك، قلنا خلص شيء اكيد معقول نحن مثلا نمشي هيك اصلا قناه الفريق يعني. اقسم بالله لو كان في 1% على الفيديو نزلته انا غلط او هن ما عجبهم، اقسم بالله كنت ما بنزله هاي، اقسم بالله. وده اكبر دليل انه والله ما حذفته رغم كل الحكي اللي صار. اقسم بالله لو كان في شويه غلط كنت ما راح انزله، بس هن كانوا موافقين وكل شيء تمام. ما شاء الله الكل غلط الا انت صح. انا ما بقول لك انه انا صح ولا بقول لك صدقيني، انا كل ما هون لك عم بطلع ببرع حالي، فاللي حابب يصدقني صدقني، واللي ما حابب هو يعني هو ضميره، انا ما عندي اي مشكله. انا بطلع بحكي الحكي اللي هي حكيته علينا، ونحن عم نرد عليها بطريقه كتير محترمه، والله يوفقها للبنت. ما عم بقول لك صدقني، ما عم بقول لك اصلع راسك صدقني، لا انا عم بطلع برا حالي. ما انا طيبين حدا يوقف معنا؟ لا لا، ما انا طيبين شيء ابدا ابدا ابدا، يعني ولا طيبين تغير عليها ولا شيء، لا شيء ابدا. انا بس طلعان انه متهمت باتهامات كتير، وطلعان برا بس فقط مو اكثر. انت وحياتك، حابب تصدقني صدقني، مالك حابب تصدقني انت حر. هذا شيء برجع لك، شيء برجع لك. ما عم بطلع هيك انا حتى والله افرجيكم انه هي هيك وانا هيك لا 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 ابدا. انا عم بحكي الحكي اللي حكى علي، وعم بجي ببرره، وعندي اثباتات لتبريره كلياته. صدقا، خذوا قاعده يعني، لو مالي قد الحكي ما بطلع بحكي. طبعا احنا ما بنطلع لا اثباتات ولا شيء، يعني الاخير احنا حكينا هذا البث هناك وهذا اخر بث نحكي فيه عن المشاكل. ولا بالايام القادمه احتمال يشوفوا معنا عالم جداد، او احتمال نحن نضل نحن ثلاثه نكمل المحتوى اللي نحن ماشيين فيه، راح نكمل نحن مبسوطين كثير يعني. يعني نحن عم نطلع ننبسط اكثر من قبل، عم نتسلى وكذا، ساعه عم نصور بس عم نطلع نتسلى وكذا، نحن كثير مبسوطين على هذا الشيء. نور ونرمين، نرمين الساعه موجوده، نرمين موجوده اليوم نشوفها يعني، وبالايام القادمه اكيد راح تشوفوها معنا يعني. وشغله كمان يا جماعه، كثير صارت معنا مشاكل قبل، وكثير في ناس كذا وكذا وكذا هيك، كل هذا الشيء ما اهتمينا، وانا كملت محتوي لانه انا عارفان اللي بده يصدقني راح يصدقني من عدم احكي، واللي ما بده يصدقني ما راح يصدقني حتى لو زرعت براسه مليون القصه وفرجيته كل شيء ما راح يصدق. فمشان هيك انا ما بحب اطلع احكي ولا ابرر ولا شيء، انا مستمر وبنزل فيديوهات اللي ممكن تخلي مستقبلي حلو. ما بهمني لا مشاهدات لا بهمني شيء، انا عم بنزل من المشاكل يعني، اللي ممكن يخلي مستقبلي حلو، واللي يحب يشوف يكون كثير كثير بدعمني وبوقف معي، واللي ما بحب يشوف يكون هذا امر راجع لإله. انا ما بقول لكم انه وقفوا معي، لا لا لا، انا عم بطلع ببرر بس الشيء اللي حكي علينا. والبارحه والمفاجاه الاكبر اللي انا تفاجاتها، اقسم بالله ما كنت شايفه اصلا، عم بيقولوا لي انه انت ضربت لها قناه يارا، انه كيف انا اضرب قناه يارا؟ ما في ناس
كل هالسنين عم تيجي بتغلط علي والله حتى انا عم تغلط علي لا سبب تحكي ما حكينا معه اه واليوتيوب نفسه بسمح لك انك تبلغ على الفيديو اللي انت نحكي عليك لحتى ينشال وانا بحسن ابلغ وينشال بكل سهوله بس انا ببلغ انا ما بدي ابلغ خلص قطع الاعناق ولا قطع الارزاق انا مالي مصلحه كل واحد له محتوى كل واحد له شيء ايش معنى يارا ليش يارا بس تطير ليش يعني انا مالي فهمان حكيت لكم اذا الشغله هي عملتها الله لا يسامحها بس اذا هي ما عملتها بتمنى وان شاء الله ترجع قناتها واقوى من قبل وبكتير. وبالاخير نعملنا علاقه بالبنت ولا هي اللي علاقه فينا تمام انا خلاص يعني انا قلت لها لولد يا رأت لانه انا ناجي نحن بناتنا خبز وملح فانا جاي بحكي معك هالكلام مو حتى يارا ترجع الفريق لا خلص شيء وصار وطلعت من الفريق نحن عم نحكي هذا الكلام مشان نشوفنا بعضنا بالشارع نسلم على بعضنا لو نحن بالاخير يعني قريبين على بعضنا خمس دقائق يعني مو اكثر معقولة مثلا اشوف مثلا انا بالايام يارا مثلا ادير روتشي ما اشوفها صراحه ما شايفها مثلا ما حلوه انه خلينا نحن نمشي يعني بشيء وطلعت طلعه حلوه يارا ونشمت العالم فينا وبتاخذي كل شيء اللي بدك اياه وكذا قالت لي لا ما بدي انا ضل هذا الشيء قلت لها يلا هاي براحتك هاي الشيء برجع براحتك انت اللي بدك اياه سوي انت المقتنعه اياه سوي ودورت السياره ومشيت على البيت وهذا كان اخر لقاء بيني وبين يارا وانقطعت الاخبار وحتى انا حكيت معها على الانستا حظرتني حكيت معها على الواتس حظرتني ليش يعني نحن يعني مثلا يعني ايش عملنا؟ ما عملنا كل شيء المفروض ان احنا عالم مثلا خيو عالمنا سيئين وعملتنا ما حلوه كذا وهيك 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 اول شيء ضليت معنا سنه ونص صح ليش؟ بلا سنه ونص مو هن قالت من بعد ايه بعد ايه مو بعد ايه مو ليش ضليتي؟ طلعي كامل اول ما حدا بيحكي معك شيء طلعي مع ايه مو ما حدا بيحكي معك شيء اقسم بالله يا جماعه لو طلعاني بطريقه كثير حلوه مثل القمر كان من عين هي قبل هي بتاخذ كل شيء بس القناه اللي انتم عم تحكوا عليها القديمه انا فتحتها وانا سجلت اسمها وانا كنت انزل الفيديوهات اللي هن يسووها عليها انا علمتها المونتاج انا علمتها كل شيء يعني كل شيء نحن سوينا كل شيء حتى اخر حد تمام وبدي انزل الفيديو بجي انا عنده على البيت بس انا تحت البيت بعثوا لي الفيديو بروح انزله لهم تخيل نروح مسافات مثلا اذا كانت امر كنا نروح مسافات لحتى ناخذ الفيديو لحتى ننزله آه يارا مثلا قريبه علينا ناخذ الفيديو لحتى ننزله انا القناه هي كل شيء انا عامله حتى انور انا القناه هي كل شيء عامله فخلص الله يوفقها يا رب الله يوفقها يا رب وصل بأعلى المراتب ان شاء الله يا رب وهذا الحكي كنا نحكي في كمان نحكي عليه انه لو كان طلعان مثل طلعت اي حدا كويس كان تاخذ كل شيء طالما طلعت غدره طالما لفت من ورانا وعملت هالحركه ما بعرف شو ندفع لها وشد بعرف كل الحكي والقصص بس ما راح احكي طالما عملت هالحركه فما ما بتطلع معنا شيء ابدا مع الاسف هذا هو الحكي اللي نحكي لنا نحكي وموعدكم تاني مره ما راح نعمل يعني ما راح نحكي شيء عن المشاكل ابدا الله اي شيء راح يطلع بعده ما راح نحكي شيء عن المشاكل لانه نحن تعبانين بشغلنا تمام ما راح نخربوا كم مشكله انا مالي قالي القنوات تحت تقول سرق قنوات انا لازم بدي افتح قناه توصل مليون انا وراي جيش ودعم قوي كتير لو افتح قناه توصل مليون وعندي انا قنوات اصلا كتير ومسكره وما بحاجتي اصلا عندي الحمد لله قناه فيها 7 مليون عندي الثاني صار 3 مليون انه ليش انتم مفكرين انه انا عم بسوق قنوات وما بعرف ايش شو كذا لا 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 انا مالي علاقه بكل هالقصص حتى عدم مؤاخذه معش اخوي اذن فيك مع قلت انه نور ياخذنا حسام على انستغرام لا كان اخوي محمد ياخذ لي انا كنت عاقبه ايش قص امي انا محمد اذا الله قال لي اعطيني حسابك انستغرام انا كم عاقب انا معصيه انا ايش تتهموني لي وانا كنت كثير تواصل مباشر بين فانزات يارا وفانزات امر ما حدا بيعرف ابدا بحكيها واذا كان الفانزات امر عم يشوفوني يكتبوا انه صح هذا الكلام كثير كنت اتواصل معهم قالوا يا جماعه بلا مشاكل لحتى امر ترجع لحياتها الطبيعيه بلا تصاميم حب بلا تصاميم كذا بلا تصاميم حتى نحن ما يكون وشنا اسود قدام اهاليهم لحتى لهالدرجه كنا نحكي وندخل حالنا بالقصص ونتعب راسنا اخر شيء نتجاذب هذا الشيء ليش نتجاذب هذا الشيء يعني لانه نحن مثلا ما عم نحكي ولانه مثلا شايفين مثلا نحن جبانين ما بنحكي بس لا نحن ما لنا جبانين نحن بنحب المشاكل نحن عندنا هي الساعه اللي نحكي لا عم نحكي فيها الله نحكي فيها بس مرور نشتغل بشغلنا نوصل جمهورنا لو جمهورنا هو بيعرفنا احنا كلياتنا ابو عمرنا ما دخلناهم مشكله ابو عمرنا ما خليناهم يعملوا مشكله ابو عمرنا كذا نحن الجمهور بحاله بننزل شيء حلو بتضحك وبتمسخر علينا تصاميم مسخره نعمل رده فعل تصاميم مسخره لانه هيك عايشين نحن ضحك وبضحك فبتمنى تفهموا الفكره اللي وصلت وانا مالي طالع بهذا البث لحتى احكي على اي حدا طالع بس ارد على الحكي اللي حكوا علي فقط لا اكثر وانا كنت بتمنى انه اطلع مع السلامه الله يوفقها بس كنت بتمنى انه تطلع طريقه حلوه ونضل رفقه ونضل لحتى بس نضل رفقه يعني الخبز وملح بيناتنا انا هذا كنت يعني كان هذا اللي بدي اياه تمام وبس انا هذا كان بدي اياه وانا فهمت هالشيء لامه ولالا بس انه ما وافقوا هذا الشيء ما بعرف ليش كان كل هالشيء قلبه ما بهمني السبب ما بهمني مين قلبه
انا بعرف كل شيء، بعرف من قلبه وبعرف كل شيء تمام، بس انا ما بدي احكي، بس ما بدنا نحكي بهذا الشيء لانه شيء ما بهمنا بصراحه. يعني وجه انور بيضحك، ونحن بعدنا طلعنا لانطاليا، طلعنا لانطاليا اخر الدنيا، سفر 10 ساعات. ايه كانت سفره حلوه، سفره حلوه، بس بعدنا مشان انه نبعد عن المشاكل كلها، وبرجعوا المره الثانيه بدخلوا المشاكل، ولو ثاني مره بدخلوا المشاكل، ونحن كنا مصممين ما نطلع نحكي. بس انا بشوف هالكل اللي عم بيصير علينا وكذا، ونحن سرقنا القناه، ونحن كذا، ونحن كذا، ونحن كذا، ونحن ظالمين، اضطرينا نطلع نحكي ونورجيكم الشيء اللي صار. بس وشغله اخيره كنت احكي، عم بنسى كثير صار. كمل معك شغله اخيره. لا خليك تعال، خليك بس الكلمتين. شغله اخيره، شغله اخيره، انا من الله برجع بعدكم اياها، انه انا بريء من اي شيء بصير مع البنت واللي راح يصير، لانه انا اذا طلع شخص يعني من حياتي خلص، حذرته من حياتي، حذر من حياتي، مو بالسوشيال ميديا، حذر من حياتي. اقسم بالله انا عم بصلني الاخبار من تاغات، بس يعني حذرته من حياتي، فاي شيء بصير معه واي شيء راح يصير معه انا ببرئ نفسي كاملا منه. لا حدا يتهمني، انا مالي مصلحه بالبنت ولا 1%. الله يوفقها بحياتها، وان شاء الله تستمر وتنجح نجاحات كبيره وترفع راس الجميع ان شاء الله يا رب. بس اي شيء رجاء لا تتهموني فيه انا، لانه انا مالي مصلحه باي قصص. انا عندي حياتي الشخصيه، انا عندي يومين تصوير بالاسبوع، يومين مونتاج، والحياه الشخصيه كلها فارق يعني. فاهمين الوضع، انه انا بحب اعيش حياتي كاي انسان طبيعي، يعني كاي انسان طبيعي يعيش واحد حياته نحاج يعني يتجوز ويأسس يعني عائلة. بتجيبوا ناس كاتبين الفترة الأخيرة أنه أنت أناني، أنت بتحب المصاري، أنت كذا. أنا لو أطلع أحكي الشيء المخبى راح تشوفوا مين الأناني ومين بحب المصاري وكذا، بس أنا بدي أطلع. بس لأنا نحن بلدينا عالم وناس يعني، والله بيعلم ما بنحكي حد الشيء أنه نحط الحق أطراف تاني. الله بيعلم عم نحكي شيء، أنا بس نبرر زمتنا، بس نبرر زمتنا بالأخير يعني. الله بيعلم، الكل جيب أي واحد بيعرفني وشهدوا علي بالمصاري، الله بيعلم أنه أنا ما عندي هالحركات أبدا، ولا بعمري اكلت حرام، ولا راح اكل حرام، مستعد اشحد ولا اكل حرام قسما بالله، لانه ابوي مربيني تربيه صح، وابوي هو اللي مخليني اكون هالانسانيه. وانا رب العالمين وكلكم شاهدين، انا لو كنت السيء، انا كنت اللي عم بعمل كل شيء، وانا كنت عم باكل حرام، ما كنت بنجح قسما بالله، ما كنت بنجح. رب العالمين هو اللي بنجح الصالح وبفشل المو صالح. لو كنت انا بسوي كل حاجه حكي اللي انتوا عم تحكوه، انا اناني وما بعرف ايش، والله ما بنجح قسما بالله، لانه الله بيعرف ايش في بالنيات وايش في بالقلوب. وانا بحترم الكل، بحترم السال اللي عم بيعمل تعليقات سلبيه قبل الايجابيه حتى، لانه هذا رايه بس هيك مثلا بشكل عام. بحترم الجميع، وانا مالي اي غل على حدا، برجع وبري زمتي من اي شيء راح يصير معي البنت، واي شيء عم يصير معه، واي شيء صار معه. واقسم بالله مالي مصلحه فيه ولا 1%، وانا اصلا حذرته من حياتي، حذرته من حياتي حذر، مثل الناس اللي طلعت قبل. الله يوفقهم ويوفقهم بحياتهم كلها. انا حاليا مبسوط كثير بالمحتوى اللي عم بقدمه جديد، مبسوط كثير بشغلي، ما فيه وجع راس، ما فيه مشاكل، ما فيه قال وقيل، ما فيه تصاميم حب، ما فيه كل هالحكي ولك وعجن. في تصاميم حب بيني وبين انور بس ما فيه كل هالتصاميم. وين بين محمد؟ انا شو الفيديو تبعك وين حطيت لك فيه؟ خاص ولا؟ فرجاءً يا جماعة، رجاءً، أنا إنسان ما بحب المشاكل ولا بحب الآي وإيل، أصلاً هذا يوتيوب منصة لتنشر فيها إبداعك، مو لتساوي فيها باب حارة. فأنا مشان هيك لو أنا بدي أطلع أرد على الناس كان بتشوفوا مشاهداتي بالملايين. بس كان بلا محتوى خاص يعني، هي بدل أنا ما بطلع بحكي. حتى الناس اللي بتأذيني وبتطالع علي إشاعات وألف شغلة، وبحسن أبرر حالي بكل سهولة وقالب كل الطاولة، ما بطلع بحكي. لأنه أنا عارفان إيش عم بقدم، وأنا عارفان إيش بدي بهالحياة، ومتابعين عارفانين إيش أنا، وأنا هذا اللي بهمني بس. فأنا مالي جبرك حاليا توقف معي أو توقف تسدوني أو لا، أنا مالي جبرك أبدا، أنت حر بحياتك. بس أنا حكيت شيء اللي ممكن يبريني، وأنا مستعد أثبت كل كلمة أنا قلتها بهذا البث، كل كلمة حرفيا، كل كلمة قلتها بهذا البث مستعد. أنا مالي من جماعة اللي بياكلوا حرام واللي أنا مالي أناني، أنا بحب الخير للجميع والكل بيعرف هذا الشيء، بس ما بعرف ليش بيعملوا هيك الناس. على كل حال الله يوفق الجميع. في تم نقط نحكي فيها عشان ما نرجع نفتح بس ونسوي قصص ودراما. بس هذول النقط المهمة، هذول النقط المهمة. على فكرة أنا بوصل جوجو مليون برؤيتكم كمان، طولوا بالكود، أنا مستعد يلا قريبا إن شاء الله تشوفوني. يا جماعة أنا ما بحب أحكي عن حالي، بس بشكل عام أنا وقفت معهم كتير، مع كل حدا، حتى مع محمد مو أخوه. أنا بلشت هذا الشيء وقفة لأنه ما بنسى له إياها أبدا، مو لأنه أخوي، لا 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 لا، اقسم بالله يا جماعه انا بلشت هالشيء بصعوبه تامه. انا جبت المليون بسنتين، تخيلوا سنتين عم بتعب وبشقى لحالي وانا اخر جبت مليون. انا اخر شيء
مع دخلنا فريق دعمتهم من كل قلبي، دعمتهم من كل قلبي. تخيلوا انه يارا او امر او اي حدا وصل مليون بشهر، انا لان صلي على بس وصله بسنتين وصلوا بشهر شهرين. تخيلوا هذا بتعدوه اناني. وذكرت شغله بقولك اياه ومشان المحتوى الهادف. المحتوى الهادف، لانه يعني انت عم تقول بدي اسوي محتوى هادف، محتوى هادف تمام. طب انت ما كان هاي افكارك، ليش ما سويت محتوى هادف؟ كان قناتك موجوده وهي افكار كلها، وانت قلتي بتمك كل مقابله كنا نجيب افكار نطرحها محمد تمام. والفكره الحلوه محمد اختار لنا اياها، والفكره البايخه محمد ما يختار لنا اياها. انا هون بايش قصرت؟ يعني ما قصرت بشيء، بالعكس انا كنت خايف على مصلحتكم. بدك محتوى هادف ليش ما سويتي؟ ممكن اقول لك انت سوي مثلا رسم، بتحب الرسم وخليتك تسوي مع ايمو فيديوهات الرسم، ويخش يقول لي لا الرسم ما عم يجيب لي تفاعل. ليش؟ كان سوي محتوى هادف وقناتك، يعني قناتك حره فيها. تذكر الفيديو اللي صوروه ما نزل الفلوب اللي كان فيه لقطات ذاته؟ ايه. كيفهم بس معلومه ماشي احكيها؟ ما اعرف. احكي لكم بس معلومه انه نحن ليش مثلا بنطلع على كل فيديو قبل ما ينزلوه؟ انه ليش محمد بيهتم بكل لقطه؟ لانه كان في فيديو مصورته هي فلوج لحاله، فكان في لقطه، كان في لقطه فيها غلط، يعني مبين انه اللقطه فيها غلط، انه اللقطه هي على عفويات او نياتها، يعني هي ما قصدها انه تعمل الحركه، بس الحركه اذا شافها اي شاب او اي انسان راح يفكر زي 18 بسرعه. فمن بعد هي محمد صار يطلع على كل لقطه بالفيديو مشان هن سمعتهم ما يصير فيها شيء غلط. لانه يعني لهالدرجة انه هن امانة عنا، واهليهم كانوا مأمنين عنا ومن هالحكي، عرفت شلون؟ ف طيب هل من ممكن ترجع امر ولا لا؟ هي يعني هي شوفوا يا جماعة، هي بشكل عام ارد على السؤال اللي بيجينا كثير، انه صار في اختلاف بيناتنا بالرأي لا اكثر، وطلعت البنت بكل حب واحترام ونحن رفقات لحتى الان، وبدها تكمل محتوى لحالها، فالله يوفقه، ولازم يعني نوقف معه والله يوفقه ويرفع على فوق. فاكيد انا مرة اقول امر لا ارجع، لا الله يوفقه بدها تكمل محتوى، عندها اختيار، عندها حياتها الخاصة، ما بتدخل بحياتهم الخاصة، كل واحد عنده شيء. فالله يوفقه وتطلع، يعني طلعت هي البنت لساعتها رفيقتنا وبيناتنا تغاد، ويمكن نتقابل. ف يعني الفكرة أقل من عادي بالأيام الجاية مع بعض أو زي ما بشوفونا، يعني عادي، يعني هذا شيء عادي، يعني كل شيء له شيء. بس اللي طلع بطريقة غير حلوة، بطريقة لف ودوران، يعني جد 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 أنا زعلان عليها، كثير زعلان عليها درجة كثير كبيرة. بس هي بحب اقول الكلمه والله وفق يا رب، وبتصور انه خلاص مو والله تفضل ابو النبي صلى الله عليه وسلم مش اقول من لم يشكر الناس لا يشكر الله. الزلمه الله يجزيه خير الفضل على بنتي جوجو، لك لا يا اخي على العينتين وعلى بشكل عام، نحكي 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 ما نتخبى ورا اصواتنا، وعلى عمر وعلى يارا وعلى الكل. الزلمه تعب وتعذب وسهر ليالي ودخل مراحل نفسية كتير صعبة لحتى وصل، لأني كان حياته بعينه أول شيء الهدف اللي بده إياه اللي منشد له، حياته بعينه النية الصادقة، والله وفقه لأني كان صادق معكم ومع عمله. الله بيعلم، أنا مو دفاعا عنه، يعني بتقول الله محمود عبدك دفاعا عنه هاي الحياة، بس الله بيعلم مش قد بصها وش قد بتعذب، يعني إحنا الفكرة حتى نطالعها الله بيعلم إيش بصير، يعني مثل الليالي ليالي حتى نضيع فكره واحده. يعني والله العظيم يا جماعه اقسم بالله ما بحكي لك لاي شيء، بس انا بحب الخير للجميع. لو انا ما بحب الخير للجميع انور مستعد ما ينزل شيء بقناته ويتم بس معي، وهو بيعرف هالشيء. يعني كذا مره قلت له لنور لدرجه انه كنت انا مثلا اصيح وعيط وحر حالي واتعب حالي ما بنزل شيء على قنواته. تخيل هذا الرجل. واقول لكم معلومه قبل ما اعطوه حديثك، انا اكثر شيء زعجني نص المصاري، مشان المصاري اللي كانت توزع مثلا قنواتهم ما كان محمد يوزعها، ولكن انا انور انا يعني كان يجي الأرباح. قال له يا أنور بس يجي تجيد الأرباح، هاي هيك تجيد الأرباح، هاي هيك أنور كان وزن الحين وأطرح شو قدر جينا عشقد صار الصرف وأبعد كل شيء، كل شيء عنا، كل شيء موجود، يعني كل كلمة بنحكيناها بلا لسب بثبته. وفي شغلة كمان إنه أنا تخيل يا جماعة باليوتيوب طبعا يا جماعة بس شغلة طبعا سلموني موضوع الحسابات لأني أذكى واحد كلا. لا لا جماعة اللي ما يفهمها القصة، قصة الحسابات وما حسابات، نحن بنعطيهم كل قنواتنا على ادسنس واحد. أنا ادسنس هذا الادسنس منين أخذته؟ من عندك أنت. أنا استغليت عن قناتي الثانية أرباحها، تخيل استغليت عن قناتي الثانية بأرباحها لحتى أعطيهم يربحوا هن، لأن الادسنس صعب كثير إنه ينعمل باليوتيوب، فربطنا بكل القنوات عليهم. استغنيت عن قناتي الثانية اللي فيها 3 مليون بس مشان ياخذوها هن ويربحوا من يربحوا من الادسنس. تخيل لو وصلت، يعني لو وصلت بالمساعدة أنا قدمنا اقسم بالله، يعني اي واحد طبيعي مستحيل يعطي هذا الرزق. انا حتى يكون معي شاهد، الحمد لله انا حطيت معي انور مثلا تمام، حتى يكون معي شاهد، فكنت انور اقول له مثلا يارا جهه كذا، امر جهه كذا، رح يقول لك انه انور معك عم يحكي، رح يقول لك انور معك عندنا كل شيء عندي كذا حسب ابعث لي، قول لي مثلا يارا ببعث لها هيك، ابعث لها اياها وابعث لها لاما الوصل انه هيك طلعت لبنتك هالشهر.
اسمحوا لي تسريب خطير. طب انتوا وين ونحن النور من كتر ما هو ابيض وجو احمر يا نور؟ كيف لا يا جماعه محروم الشمس كذا محروم بس تسريب خطير معلش. بالعيد كانت يارا عندي وقمر ونيرمين. بالعيد هذا راح بالعيد بالعيد صورنا بالعيد في النوم. قعدت معي يارا كنا قاعدين في المطبخ وزي يارا اكيد هي بتحضر بس وقالت لي ايش تنصحني يا ابو محمود بالنسبه. قلت لها والله انتم ما شاء الله عليكم فريق واحد ومثل اخوه وبتحبوا بعضكم وعين الله عليكم وانشهرتوا. هي كان بدها نصيحه لتطور في حالها وتطور في عملها ونفس الحكي حكته مع رشا. انا بتفاجئ يعني بطلب النظر يعني بتفاجئ شلون طلعت بالطريقه وكنت انا عم بحكي معك انه روح عيد ميلاد محمد وشلون نفاجئه وشلون نسوي له سربرايز. يعني كانت طريقه كثير بشعه وانا بعزه ليارا ولعمر ولنيرمين لحد لا منزل لك. انا حاسس انه بهي النص ساعه اجاها شيء قلبت علينا قلب بنت اللذينه. الله يوفقك. عرفت شو اجاها شيء؟ الله يوفقك. عرفت ليش؟ عرفت من ايمت مخططه بس بهم يعني ما توقعت انه بهاللحظه هيك انه يعني عدم مؤاخذه محمد مو لانه اخوي بس عملنا عيد ميلاد للكل وبهتم فينا للكل ويعني انا صحيح اخوه بس اقسم بالله بهتم بقدر اكثر مني والله العظيم وكذا اهتم اكثر والله العظيم كان يهتم البنات اكثر مني هم واخوه حتى بهتم كثير في جوجو كثير مو شوي يعني حلو وسو لا لا الفكره وين؟ الفكره انه كان بعيد ميلاد حاضر للجميع بس بعيد ميلاده ماجد. انا هي كثير زعجتني الصراحه. انا كان في تطلع بعد عيد ميلاد انا كانت عامله حركتك بعد عيد الميلاد كثير انزعجت انا وقلت لهم يا جماعه وين قمر؟ وين يارا؟ قمر كانت مريضه ماجد تمام؟ قلت له وين يارا؟ قال يارا عم تستنصر نص ساعه وماجد. قلت له خلص على راحتك وكثير انزعجت من جوا كثير انزعجت بس ما راح اورجي الشباب لانه كنا كانوا مفاجئين حتى عيد ميلاد ما نزلنا لها السبب يعني عيد ميلاد موجود قلت له انزلكم اياه نزلوا الولدين نزلوا انا مع قناتي الثانيه قلت له انزلكم عيد ميلاد قناتي الثانيه عيد ميلاد محمد حتى ما مشتي انزله من كنت ما كنت هيك مزعوج كثير يعني توقعت انا كنت حاسس انه في عيد ميلاد اليوم لالي لو كنت عم تصلي وكذا وهيك لعنا ساعتها شد هلكت انا اي والله يا جماعه جبت له اسمعوا اسرب لكم جبت له هدول هاي الشغله اللي ما موجود منها غير اثنين في العالم كمان نفس طويان يعني وانور ف ان شاء الله رح نزلكم عيد ميلاد خلص تاخذوا نزلوا ما مشتي نزلوا انا ايوه انا جبت له بنطلون وبلوزه بس رجعته للبياع ليه بس رح اتصلكم فيها لقطات ونحن عم نتصل مثلا كذا وهيك عرفتوا شلون عشان ما نرجع للذكرى يا جماعه نحن اسفين كثير لانه وجعنا لكم راسكم بس ما عاد تحملونا حكينا كثير مو أيوة. حكينا كثير تحملونا ونحن مستمرين 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 ان كنا يعني ما بهمنا شيء ابدا مو بنحن عم ننبسط عم نعمل شيء بنحبه الحمد لله والحمد لله نحن ما ناقصنا لا مصاري حتى ناخذ مصاري غيرنا ولا حتى نعمل شيء لو نحن اول ما جينا على تركيا مشان نعتمد على حالنا بنعتمد على ما ناكل مصاري حرام تمام وكذا وهيك اشتغلنا محلات احذيه اشتغلنا بمحلات كثيره بخياطه نشتغل 12 ساعه نشتغل حتى بس ناكل كثير مشان ما ناكل حرام كانت جمعيتنا كلها بسكه تركيا بسكه بتركيا بيعرف قديش الألف ليره كانت تساوي كان جمعيتنا كل شهريتنا بس اجي لك شهريتنا كلها 1000 ليره تخيلوا انا كان شهريتنا كلها 1000 ليره ما تكفيني لدرجه انه اتدين اخر شهر لحتى ادفع اجار البيت واجار بيتنا كان تقريبا 700 ليره تخيلوا يعني 1000 ليره وما كنا مصاري حرام لحتى الله عن صار عنا الحمد لله مصاري وصار عنا شغلات انه نحسن نعتمد عليهم ان شاء الله ناكل مصاري حرام فهذا الشيء بعيد عن الحمد لله يا جماعه كتير. الحمد لله يا جماعه الله رزقني وانا يعني انا هذا الفضل فوق راسي وانا ما بحب احكي هذا الشيء قدام السوشيال ميديا بس انا برابطي كثير في ناس وفي عيال الحمد لله رب العالمين الحمد لله انا ما بحب احكي ولا اظهر الشيء بس انا عندي كثير اعمال خيريه بس ما بحب احكي ولا اظهر عشان ما يروح ثوابه لانه الرسول هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا بتعطي ايدك اليمين لا تفرجي ايدك اليسار وانا ما بحكي انه الناس بتطلع بتعطي وهيك انه هدول غلط لا بالعكس هدول عم بشجعوا الناس بس انا اعتقادي انه انا بحب اسوي كل شيء بالمخفي لحتى ما يروح الثواب مني لو بالاخير ما حدا ياخذ شيء معه من الدنيا كلها يعني ما اخذ حدا شيء يمكن قلت لكم باول بس يمكن بكره نموت فما حدا ما حدا ما حدا بيعرف ايش راح يصير معه لبعد دقيقه فيا جماعه رجاء لا حدا يحكي على حدا يعني خصوصا نحن عم نحكي لا حدا يحكي على حدا ولا حدا كذا نحن عملنا هذا البس لحتى نبرر ذمتنا من كل شيء اللي صار واللي راح يصير نحن يا جماعه حصلناها من حياتنا وما اي شيء بيطلع علينا نحن سرقنا او كذا يلا تمام اوكي مثل ما بتكون نحن ما عندنا مشكله نحن ما منا علاقة لا بقنوات الباقية ولا كذا ونحن نحن هلا حاليا انا ونور وانوار ونيرمين موجودة لسه معنا والله مبسوطين كثير اليوم بصور لكم ستوريات ان شاء الله وكثير مبسوطين كثير مبسوطين لدرجة كثير كبيرة تمام وانتم لكم حرية الاختيار وما بطلب من حد كنت اقف ضد حدا ولا حدا يوقف كل العالم كل الانسان في مليون مليون قناة على اليوتيوب وفي جماهير كثيرة فنحن ما راح نوقف على قناه وقناتين وما بهمنا اذا جانا مشاهدات او لا صدقنا يا جماعه لانه نحن مسايين الرحله اللي رحناها بعدين انبسطنا كثير يعني والله غيرنا جو بعدنا على المشاكل رجعت المشاكل جينا على اسطنبول وما دخلنا على اسطنبول رجعت المشاكل مثل ما هي ليش ما بعرف اخي نحن بنا على بنا على فانا من هون بحب اقول الله يوفقه وصدقنا يا جماعه انا مع ما يعني خلاص شخص طلع من حياه الانسان ابدا بطلت افكر فيه نهائيا
فاي شيء راح يصير معه انا ببرر ذمتي نهائيا نهائيا، لانه انا اصلا في عندي شغلات اهم من هالمواضيع التافهه خيرات الله. يعني انا هذا البس كنت نسيان اصلا انه افتح حكومه، انتم ذكرتوني اقسم بالله. فرجاء رجاء اي شيء راح يصير او عم يصير انا مالي مصلحه فيه، حاش تهموني انا مالي علاقه. الله يوفق الجميع. سبق وحكيت لكم اذا قناه الجد رايحه يا رب يا رب يا رب ترجع وتصير بالقمم تمام. بس برجع بعت لكم كمان، ما في شيء باليوتيوب اسمه تطير قناتك فجاه، في شيء انه يخترق لك اياها الشخص ينحط لنا بس من برا، وانت اكيد شفتوا اكثر من يوتيوبرز هيك صار معهم، ناهض صار معهم هيك ناهض، اسالوا ناهض وبيحكي ورجع. فالفكره وين؟ الفكره انه بيخترق لك اياها وبحط بس غريب، واليوتيوب بيرفض هذا البث وبيعطيك ثلاث بلاغات لحتى تطير قناتك. يعني شوف هاي الحكي عم بحكي فيها بده يومين ثلاثه اقل شيء. فهي نزلت بستوري انه طارت قناتي، صورة قناتها تمت إزالتها، بالستوري اللي بعده عم تحكي إنه عم بحاول أفت له وعم برجع بطلعوني وعم بهكروا لي قناتي. ما في هيك شيء بعرف كيف إنه مكتوب تم إزالتها، إنه خلص انتهت على الوجود، ما تم في شيء اسمه هاي القناة باليوتيوب. بعدين أنت عم تقول البارحة تميت ساعة بحاول أرجع وأنزل، كيف هيك؟ يعني ما تيجي بالمخ، ما في شيء اسمه اختراق وتطير، ما في. بعدين بعدين يا جماعة معلومة صغيرة، القناة ما بتطير إلا وقت تكون مثلا حدا بعت لك رابط أو كذا فتحته وحتى تطير القناة. حتى مثلا أنا بدي أعطيك قناتي، اعطيتك الايميل والباسبور وبعمل لك تاكيد، عندما بده يفتحها ببعثوا لي انا رساله انه معلش يفتحها تاكيد نعم او لا. انتم فيكم تجربوا بالجيميل، يعني مستحيل ما تدخل العقل اللي صار، يعني ما بتدخل العقل. سبق وحكيت لكم في فيديوهات كثير انحكت علي وكثير اذتني وكثير يعني غلطت علي شخصيا، مو على محتوى شخصيا، واليوتيوب بحق لك اصلا تقدم شكوى على الفيديو انه هذا ضارك ويشيل لك الفيديو بحقوق نشر من الحكي يعني. وانا كنت ما اقدم لحتى ما اقطع برزق حدا واضر قناه حدا، فكيف هلا قناه كامله وات خلاص زعشتوا انت يا زلم. انا من بعد هذا البس بطل يهمني اي شيء، هو انا اصلا ما يهمني، بس انا طلعت ابرر ذمتي قدام الكل، قدام الله، قدامكم، قدام الجميع. فبتمنى اي شيء راح يصير، اي شيء صار انا مالي مصلحه فيه نهائيا يا جماعه نهائيا، والله يوفق البنت كل شيء. انا مالي مصلحه بشيء نهائيا. انا هي صحيح حظرتنا بالسوشيال ميديا وبطلت اشوفها ابدا بالسوشيال ميديا، بس انا حظرتها من حياتي نهائيا. يعني انا لو يجي واحد يسالني مين يارا وين مين يارا، الله يوفق بحياتها وكل شيء. وانا مالي بصحه باي شيء راح يصير، خلوها براسكم هالقصة. انا عندي شغلات اهم بكثير، عندي عمل هيك لانور اهم من كل هالقصة. يا جماعة انت حاجتك كش نعيفي هي قدام العالم بقى، فضربكم يا جماعة. انا راسي يوجعني كثير من القصص مشاكل، انا بحب اقدم محتوى يكون حلو مسلي، تجارب جديدة مثل ما شفتوا الفترة الأخيرة محتواي. ما بحب المشاكل وباب الحارة، أنا لو بدي أسبب مشاكل وباب الحارة كنت أنا عملنا من زمان يا لطيف. يعني كان أنا هلا أقل فيديو مشاهدات 10 مليون. ما بحب شعرك حلو لأنه حلق عند الحلاق عندي. فرجاء يا جماعة أنا بريت زنتي، لا حد يتهمني بأي اتهام، أنا مالي مصلحة حدا، وإن شاء الله تكون ترجع قناتها وتصير أكثر مني بأدبال. بحب الخير للجميع، ومشان الناس اللي عامل مليون فيديو على القصة، أنتوا بس بدكم كلمة بس عشان تعملوا فيديو وتجيبوا مشاهدات. فإن حاج إنه يعني 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 أنا كرهتوني قصتي، يعني أنا كرهت القصة، أصرت أفوت على اليوتيوب أشوف أنا بس وقصة ومشاكل، أنا كرهت حالي يا زلمة، أنا كرهت القصة، أنا ما بعرف. يعني أنتوا عم تحكوا شغلات جديدة أنا ما بعرفها، يعني أنتوا مهتمين أكثر مني، قسم بالله مهتمين أكثر مني، أنا مالي فهمان. على كل حال الله يرزقون، هذا محتوانا أنا بقدر هذا الشيء، بس الأوفر بلا، في عناوين كثير غلط علي، أنا مالي مصلحة. فهمت شلون؟ ومع هيك حتى لو في غلط وحتى لو عم نزله غلط آخر همي. أنا مهم بالأخير أسوي الشيء اللي بحبه. بالضبط. مهم أشوف حياتي، صح. أنا اليوم طلعتي مع عائلتي بتسوى كل الدنيا، قسماً بالله. طلعتي اليوم مع عائلتي راحة نفسية بشكل مو طبيعي، أنا هي لولو الصغيرة لو أشيلها بإيدي واحد يقول لي نزلها من إيدك أو بتطير قناتك، لا بتعيفها بإيدي وتطير قناتي ما بدي إياها. أنا عندي عائلتي أهم من كل شيء، رفقاتي، عائلتي وآخر شيء حياتي. فمشان هيك يا جماعة ربي يسعدكم، الله يوفقكم. كان معكم نور مار شاني فريد جلال. توصلنا فكرة انه انا خلاص انا بعيدة عن كل القصص، مشان الفيديوهات برجع بعيد اللي عم تنزل على اليوتيوب. الله يرزقكم، انت يوتيوبر وانا فهمان وضعك وبدك مشاهدات ومن هالحكي، الله يرزقك ويزودك وينجحك وتسبقني ان شاء الله. بس رجاء احكي صح، بس احكي الحياة، لانه انت مثلا كان شخص عندك متابعين عم تكره العالم فيني، وانا مالي مصلحة. يعني انا لو اطالع سباتات بسكت اكبر راس بقلب كل الطاولة، بس انا ما بدي، انا خلص انا هيك، انا عايش حياتي هيك مبسوط. لو يجيني مشاهدة على اليوتيوب انا رضيان، لو يجيني تريليون انا رضيان. بالاخير هذا الناس اللي عم تشوفني ضحكت بسببي او فرحت بالفيديو بسببي او جربت شيء بسببي، خلص انا هذا بدي اعمل هالحياة. انا لحالي ومستمر لحالي وطلعت لحالي
بعرف انه طالعت كتير ناس من هالحكي، بس خلص قصة وانتهت يا جماعة، وكل واحد هو أصله، وأنا الحمد لله ابن أصل وما بنسى العشرة. صحيح انه في ناس كتير عم بتزل فيني مع اني انا طالعتها، بس يعني على كل حال الله يوفقكم، ما عندي شيء يا جماعة. بكرة الفيديو أنا أكتر واحد عرفت أعمل أوكي. لا لا تحكي يا جماعة، خلينا نحكي شوية عن الفيديو بكرة قبل ما أسكر. بس بكرة الفيديو راح يكون تجربة رهيبة، راح يكون الكل متفاجئ منه، الكل مشتهي جربة. وصدقا بكرة الفيديو مصور من شيء 3-4 كاميرات، راح يكون مونتاج وكتير صعب، هذا راح أمنتج لكم إياه. فبتمنى بكرة يعجبكم تدخل معنا بالتجربة. لولو مين، أنا ولا بنت أختك؟ لا طبعا بنت أختي. خلاص وأنت كمان. فبتمنى بكره تعجبكم الفيديو، ونحن مستمرين بمحتوانا، واي شيء راح يطلع حكي عنا من بعد هذا البث ما راح نطلع، ما راح نطلع رد ولا راح نطلع عن شيء، وبده يسدونا يسدونا على كيف وهذا الشخص. بس الامور زادت على حدها، والله كنا ما راح نطلع، صار المشكله صار لها اسبوعين، صار لها اسبوعين ولا طلعنا حكينا ولا طلعنا علقنا على اي شيء. فاي شيء راح يطلع من وراء بتمنى، بس ما بتمنى نحكي، ما تصدقوا كل شيء لما ما تسمعوا الطرفين. وانا اصلا ما راح اطلع احكي، وإذا انضريت بس بالأخير رزقتك عند ربك هي محفوظة. بالأخير في الله، في الله، لو يعني خاص في الله. لو أنا جد نيتي هيك كان الله ما بنجحني هالنجاح، ما بجيب مثلا فيديو صدنا نيتي هيك هالمشاهدات، ما بطلع بصد لي اسم بفترة قصيرة. لو أنا نيتي هيك، لو أنا نيتي عاطلة كان الله نزلني تحت بطلع لنا جديدة قريبا جدا جدا جدا. في شيء نار عم بصير، راح تكون الغنيه حطيتك براسي. هاي راح تكون هاي جاي ماشي يعني. اول شيء اوكي انور اول شيء سمعت انور تفاجئ. أنا والله عن جد يا جماعة كتير مو قصة إنه تحميس أو كذا، بس عن جد أحب يعني. أنا شهد أكون معه بالفيديو كليب، لو يعني لازم تكون بنت، بس إن شاء الله هاي الفيديو كليب رح تطلعوا معي. نحن خليني البياع أو أنا خذوني معك وعزتان بيدل سنة وردة الغنية اللي رح تنزل هلا الكبار ما حسنوها، واستنوني بغنية نور مار الجديدة اللي رح تدمر العالم كله. استمرين معكم إن شاء الله. أنا حيت شوف، أنا حيت لهالغنية إنه مو بس الوطن العربي يعرفه، الأجانب يعرفوه قبل الوطن العربي من إيقاع ومن كلماته. فخليكم جاهزين لشيء جديد. أنا بهتم بكتير شغل، بكتير يعني بهتم كتير بشغلي ومحتوي، وأكثر أكبر دليل إنه بنص المشاكل سافرت على غير مكان لحتى أجربكم شغلات جديدة وتحبوا المحتوى الجديد. فبس هذا اللي عندي، مستمرين. إذا كنا لحالنا، إذا كان معنا ناس، إذا رجعنا صورنا معاه، مستمرين. يجينا مشاهدة، يجينا مليون مشاهدة، يجينا مستمرين. والحمد لله نيتنا هي وربنا عبوفونا، الحمد لله الحمد لله رب العالمين. والله يسامح الجميع جماعة، يمكن حكيت بس إنه الله يسامح كذا، لا الله يسامح الجميع وبس. بس كم معكم فريق النار ولنا جلدين بيس. هذا أبو محمود الحب مان محمس. شكرا كتير لكم، استنونا بفيديو بكرة الساعة 4. نتمنى كل الدعم منكم.